بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء، مرحبا بكم على قناة التميز، المهارات المبسطة والمسار الصحيح. وصفتنا اليوم حلوى الريشبوند الهشة والدائبة بطريقة سهلة وناجحة، فإليكم المبينة. أخذ أضع السكر الخشن السائل وأضيف الزبدة بحرارة المطبخ وأقلب جيدا المكونين معا حتى نحصل على خليط حشدي وخفيف. أضيف في هذه الأثناء حبتي بيض متوسطة الحجم بحرارة المطبخ وأستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس. في هذه الأثناء سأضيف المواد الجافة على دفعات بعد نقلها، كل من الدقيق، خميرة الحلوى والملح. نكتفي بهذا القدر ونخلط حتى تتجانس كل المكونات. كذلك يمكننا الخلط باستعمال أيدينا، أي طريقة تقليدية، أو العجن بالعجانة الكهربائية لتسريع هذه العملية. أضيف دفعة أخرى من المواد الجافة وأستمر في الخلط بنفس الطريقة حتى تتجانس كل المكونات ونحصل على عجين متماسك لين وناعم. سأريكم قوامه، لاحظوا معي متتبعي الكرام، هذا هو قوام عجين حلوى الريشبون، قوام جد رائع. سأستعين بالقليل من الزيت لتشكيل الحلوى. ندهن أيدينا على هذا الشكل وأبدأ في تشكيل كرة صغيرة الحجم بوزن تقريبا 7 غرامات بحجم حبة كرز، حب ملوك، على هذا الشكل، وأضعها فوق سطيحة الفرن. في هذه الأثناء فالفرن ساخن على درجة 180 مشتعل من الأسفل والأعلى. بعد ذلك أدخلها للخبز بالفرن مدة 8 إلى 10 دقائق بالرفق الأوسط. ننتقل إلى مرحلة تغليف وتزيين الحلوى. أولا سأريكم قطع الحلوى بعد الخبز. هذه هي الأشكال التي حصلنا عليها، وحدات بنفس القياس. لاحظوا معي اللون الذي حصلنا عليه، لون أشقر فاتح، وهو اللون المثالي للحلوى حلوى الريشبون. بالنسبة للمربى فأن سخنته من قبل، سأضيف إليه ماء الزهر الذي يزيد من سيولة كذلك المربى ويكسب الحلوى نكهة وطعم رائعين. أخلط المكونين معا وأبدأ في إلصاق الحلوى كل قطعة مع أخرى متنمتنا على هذه الطريقة. ألصقها ثم أضعها بالمربى، أغمرها بالمربى. لاحظوا معي الطريقة. أتخلص من الزائد ثم أضعها بمبشور جوز الهند، أغلفها جيدا بهذه الطريقة وأضعها جانبا بصحن التقديم. أستمر في تشكيل بقية الوحدات بنفس الطريقة. للإشارة فقط يمكن تعويض المربى بالعسل لمن يفضل ذلك. حلوى كرات الريشبوند التقليدية المغربية الهشة اللذيذة والاقتصادية الرائعة الشكل جاهزة بالصحة والراحة. للمزيد من الوصفات المميزة والمضمونة تابعوني دائما، أنا الشيف نادية. لا تنسوا المشاركة، الاشتراك، التعليق، والضغط على زر الإعجاب. دمتم لنا أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.